عبد العزيز رزيق من مدينة الدار البيضاء، وجيت لكندا منذ 43 سنة حاليا. أنا من مواليد الدار البيضاء، ولد درب السلطان، وكبرنا في البلدية في الحبوس. الدراسة ديالي كانت في الابتدائي، كان في مدرسة الفوسفات في درب الكبير في الدار البيضاء، ومن بعد درست في ثانوية الجاحظ في القريعة، وبعد ذلك مشيت لليسي مولاي عبد الله فدرست فيها يعني السانكيماني سيزيام والباك يعني. وبعد ذلك درت تكوين أنا في مع لوسيبي في مدينة اليوسفية، وكنت من الأوائل اللي خدموا مع فوس بوكرا في 78-79. كنا كنخدموا تما في الصحراء، كنخدموا شهر وعندنا سيمانة عطلة، ولكن هذاك الملل ديال، لان ما كنا كنخدموا ما كنديروا والو يعني، كانت فتره فيها صعيبه مع من جهه الامن، كان مشكله ديال البوليزاريو، كانوا كيضربوا الصمطه وكيديروا الفوسفات وداك الشيء، دونك ما كانش شغل يعني، كنا كنتخلصوا ما كنديروا حتى شي حاجه. من بعد يعني درت طلب هكذا لسميتو الكندا في 80، وجاوبوني وجيت لكندا في هذاك الفترة. كانت الرغبة ديالي باش نكمل الدراسة ديالي في الطب هنا، هذا هو يعني، حتى الوالد الله يرحمه يعني كان ما باغينيش نجي لهنايا، كيقول لي يعني الحمد لله خدام مزيان كل شيء ميسر لك هنا، علاش غادي تمشي لكندا؟ فقلت له غادي نمشي باش ندرس ونكمل الدراسة ديالي، يعني اقتنع وقال لي مزيان ولدي خصك تمشي تكمل الدراسه ديالك. وبقى الله يرحمه شاك فوا ملي كندخل دابا المغرب في الحياه ديال الوالد، توفى في 2014، ولكن كل فتره كندخل كيقول لي انت درتيها بيا، قلت لي فيعني ما كنتش منتظر يعني نبقى هنا، ولكن ملي جينا في واحد الفتره اللي كانت فيها الحياه صعيبه يعني، الهجره صعيبه ماشي سهله، لان الانسان جيت انا في 80 كانت ريسيسيون هنايا، كان واحد ظروف صعيبة، ولكن الحمد لله يعني استمرنا في الدراسة، حتى المسائل يعني ديال الشغل تغيرت. درست في المجال ديال العقار، ودرت شركة ديال العقار في هذيك يعني، ربما أنا أول كورتي موبيلي اللي خدم من الجالية المغربية هنا في كندا، لأن بديت في المجال ديال العقار في 1986. شوف، هو الامر ديال الشغل ديال الاكثريه ديال الجاليات المغربيه اللي كتلقاهم هنا، والجاليه العربيه ولا اي جاليه، ما عمرك كتلقى شي واحد مشى في المسار ديالو، ديما كيكون تغيير هنايا في البلاد، فكان خصاص يعني. وهذا المجال يعني كنت كنميل ليه بزاف، ونفعني في العمل مع الجاليات يعني، اللي والشركات اللي اشتغلت معهم، فكانت بداية يعني صعبة في الأول، لأن كيف قلت لك كان ظروف الشغل في هذيك الفترة صعيب، لأن في 1982-83-83 كان لو تو دانتيري وصل حتى 24%، فكان تينريسيسيون يعني صعيبة. كان عارف أنا شي إخوة كانوا جاو معايا، من صديق كان جا معايا تاوانيت من كان كيشتغل معايا في فوس بوكرا، ورجع لأن يعني الظروف كانت صعيبة، وزيادة على هادشي الجو، فمني كتجي انت من جو كتخلي مثلا الفترة اللي كنا كنعيشو فيها في العيون، حرارة ديال أضعف حرارة كتكون 25-20، مني كتوصل هنايا كتلقى 25 تحت الصفر، 30 تحت الصفر، فماشي سهل يعني، وكنا صغار يعني، فكان الأمر شوية صعيب في البداية. في البداية يعني من درست مجال العقار يعني درست يعني حتى
مشيت للكليه ديال لونيفرسيتي دو كيبيك موريال هنايا باش درست، خديت الافيري سكون ابل فيلوريا ستيت انستيتو، هذا يعني اعلى ديبلوم كتاخذو في المجال ديال العقار. واشتغلت مع شركه كانت معروفه هذيك الوقت لا كابيتال كورتي موبيلي، اشتغلت معهم واحد الفتره ديال تقريبا شي 10 سنوات، وبعد ذلك يعني اسست الشركه ديالي وبديت كنشتغل بوحدي عبدال سيرفيس ايموبيلي في كومباني اون كورتاج ايموبيلي، يعني كنشتغل في المجال بوحدي في هذا المجال ديال العقار منذ تقريبا من 1994-95 تقريبا، وانا شركة حرة يعني ديالي في المجال ديال العقار. الشغل عندي في المجال الجمعوي كياخذ مني الوقت بزاف، لان بحكم يعني الشغل ديال العقار ف يعني كنترأس الجمعية الإسلامية لشمال موريال اللي أسسنا فيها مسجد، وهي جمعية يعني أسسناها في 1988، يعني كنا في دون زان اي دمي، احنا 3 و4 ديال المغاربه، وكنا كنصليو تما، وفي نفس الوقت مكان كنجمعوا فيه نشربوا فيه فاتاي نلعبوا الكارطة، يعني كانت واحد الفتره يعني كنا كنبارطاجيو هذاك الولايه في هذاك الاي دمي. ومن بعد يعني اشترينا بنايه في 1990 اللي ولات مسجد ومركز كذلك. البناية كانت تقريبا فيها شي 450 قدم مربع، ومع السنوات يعني ولا المكان صغير، لان بدينا كان الجاليات المغربية الجالية المغربية خاصة والمغاربية كيجيو كيسكنوا في كيقربوا للمسجد، وكانوا عندنا بعض الاقسام ديال اللغة العربية للاطفال، فاصبح المكان ضيق. هي فاش عاود اشترينا البناية مسجد نور الإسلام اللي جات على لافنيو بيلتي، فيها تقريبا 1000 قدم مربع، احنا كنهضروا بلوس بلون بيكاري تقريبا شي 2000 بيكاري. دونك هنا كان مكان للصلاة فيه 6000 بيكاري، وكان المكان ديال 4000 قدم مربع خصصناه للأطفال باش يعني يبقى داك نحافظوا على يعني لا كولتور ديالنا والثقافه ديالنا. ومن بعد المكان اصبح يعني ضيق بالنسبه للدروس ديال العربيه والقران، لان كنا كنكريو مدرسه ديال الدوله فين كنعطيو الدروس، وفكرنا في شراء بنايه اخرى هي اللي دابا يعني مؤسسة أخرى كونها سونتر كومينوتير النور. وفي هذه المؤسسة كاين تقريبا 600 طفل وطفلة كيجيو كل أسبوع كيدرسوا اللغة العربية والقرآن والإنجليزية لي دو ديفوار أو ميم طون في سميتو، وكاين الدروس في التيكواندو. دونك هذا السونتر فيه تقريبا أكثر من 20,000 قدم مربع، 20,000 بيكاري. دونك هذا المركز كيخدم الجالية المغربية خاصة والمغاربية والمسلمة عامة، فالحمد لله يعني حتى أن التسجيل هذا العام عندنا لائحة ديال الانتظار، لأن الأقسام اللي عندنا تقريبا 12 قسم ما كيكفيوش بالنسبة للعدد اللي عندنا، والمدرسات عندنا تقريبا 26 مدرسة كتقري في المركز. والبناية الأولى اللي كانت مسجد اللي كنا شريناها في 1990 عملناها حضانة ستين غاردوري النور، هي ملك كذلك للجمعية، كو جو ديريج موامان كوم ديريكتور دو غاردوري. وهاد الحضانة معترف بها في دولة كيبيك avec le ministère de la famille. Donc la garderie, ce qu'on appelle ici, c'est une garderie subventionnée par le ministère de la famille. Donc مثلا الآباء كيدفعوا $8.85 في اليوم،
والدوله كتعطيك تقريبا شي 48 دولار في اليوم على الطفل. فهاد الكاردوري معترف بها من دوله كيبيك الحمد لله. يعني تقريبا عندنا 60 طفل وطفله بين 18 شهر حتى الخمس سنوات في الحضانه ديال حضانه النور بشمال موريال كذلك. هذا كان سبب في تأسيس المركز الاجتماعي النور، سونتر كومينوتير النور، لأن يعني العمل الجمعوي مع خاصة مع السياسيين ديال الدولة ومع الجمعيات المعترف بها في المنطقة ديال شمال موريال، فالحمد لله يعني الجمعية الإسلامية لشمال موريال وسونتر كومينوتير النور الفاسيليت لانتيغراسيون ديال الجاليات المسلمة عامة. ولكن الفو با ساسيميلي، الفو سانتيغري، انو الفو با ساسيميلي مع يعني الثقافة ديالنا والحضارة ديالنا، خص دائما تكون يعني واحد المثل اللي خصنا نفتخروا به. المغربيه ديالنا وكيف كان كيف كيقول، انا عندي صديق لومير ديال موريال دوني كودير، يعني خدم معنا بزاف في هاد المسائل ديال الرخص، لا بالنسبه للحضانه لا بالنسبه للمركز. الحمد لله المسجد فيه صومعه وهاد الامور كلها، يعني لو كان ما كناش حنا امبليكي معاهم بور فاسيليتي لانتيغراسيون ديال الجاليه المغربيه والمغاربيه والمسلمه ما غاديش يخدموا معاك، لان هنا سي دو دونون دونون، خاصة اللي كيكونوا مثلا الانتخابات. فالأهم اللي كنشرحوا دائما للجاليات المسلمة هنايا، إلا ما كنتيش تقوم بالواجب ديالك في الانتخابات فما تنتظرش أن الدولة غتعطيك يعني. فهذا الدور كنقوموا به احنا في الجمعية، وحتى الفكرة ديال سونتر كومينونتير النور يعني جات من لومير ديال البلدية ديال لارونديسمون دو موريال نور، هو اللي اقترح علينا باش نخلقوا هذه الجمعيه هذه لايك، لان لاسوسياسيون ميزولمان دو موريال نور سي اسوسياسيون ريليجيوز، وهما حتى بالنسبه للمساعدات ديالهم بالنسبه للكنائس والمؤسسات الخيريه في المجال الديني ما تيساعدوهمش. فهذا لو سونتر كومينونتير نور اللي لايك، وهذا هو اللي مهم جدا. حنا ملي درنا الافتتاح ديال سونتر كومينونتير النور دايور، وعرضنا على الكونسول سي فريقن اللي كان هنايا ديك الساعه في الكونسولا، وعرضنا على لا مينيستر على ديبوتي ليبرال اللي كاينه في المنطقه في الليبرال، وعرضنا على الديبوتي فيدرال ايمانويل ديبور اللي كاين في المنطقه. يعني حتى هذيك لا ديبوتي الى ديكلار ولا ميريس دايور هي كانت حاضره، والممثلين اللي في البلديه حتى هما كانوا حاضرين في الافتتاح، وقالت هذيك الممثله البرلمانيه بان هاد سونتر كومينوتير سي اون ريشيس للجاليات اللي كيعيشوا في شمال مونريال، لان المركز الى جيتي للمركز ولا جيتي مثلا للحضانه اللي عندنا كتشوف راه بحال كاين لونو تما، كاينين جميع الجنسيات، كاينين دي هايتيين، كاينين دي كيبيكوا، كاين دي مغاربه، كاين تونسيين، زيريين، اتراك، يعني وهذا هو الهدف. الهدف ديالنا هو لانتيغراسيون ديال توت لي كوميونيتي في هذا المجال. هذا كنخدموا على هذا الامر ديال 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 الجاليه الصاعده، لان الابناء اللي خالقين هنايا واللي كيجيو مثلا صغار وكيكبروا هنايا في البلد، خصهم ضروري يدخلوا لهذا المجال السياسي مثلا، لان الا ما خديناش لا بلاص ديالنا حنايا في المجال السياسي وما تامبلينيكاش مثلا، ما كايناش واحد لامبليكاسيون مثلا في البينيفولا، لان هنا كلشي مفتوح. انا كنقول دائما للناس اللي كيجيو مثلا من اي بلد من مغاربيين ولا سميتو كيجيو مثلا كيسكن في موريال نور ولا كيسكن في لونغوي ولا يسكن في اي بلديه، كنقول له اضعف الايمان ملي كتوصل لهاد البلاد كتمشي تقلب على الكونسيي مونيسيبال ديالك،
كتقلب على الديبوتي فيدرال وكتقلب على الديبوتي بروفانسيال وكتمشي لعندو وكتقول له انا عبد العزيز رزيق جيت من المغرب جو سوي ان مسلمان و جو سوي ديسپونيبل سي فو زافي بيزوان دو موا ولا شي. ماشي حتى تحتاج انت شي حاجه عاده باش كتمشي تقلب على هذاك الديبوتي ولا شي. وحتى الابناء يعني مثلا حنا عندنا دابا في سونتر كوميونيتير النور كونا واحد اللجنه فيها شباب اللي كيقوموا بواحد العمل جمعوي ويلسونتا امبليكي حتى في المجال السياسي. فهذا امر مهم جدا بالنسبه للارولاف ديالنا حنايا. وكنشوفوا يعني شوف دابا كاينين دي كونسيي مونسيبال مثلا مغاربه اللي خديت هذا المثل ديال الاخ يونس بوخالا اللي في الكونساي مونسيبال ديال موريال. كاين الاخ عبد الحق الصاري اللي في الكونساي مونسيبال ديال لارونديسمون ديال موريال نور. كاينه هاد الاخت رزقي اللي في الكوم ديبوتي ليبرال. كاين الاخ منصف الدراجي. فبهذا العمل ديال هاد الناس هادو اللي الشباب ديالنا خصو ياخذهم كاكزامبل غادي يكون ان شاء الله الخير في الجاليه ديالنا وفي الابناء ديالنا بور سامبليكي في هذا المجال. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.